استدلالا، والحمد لله رب العالمين إجلالا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مسك الختام. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه حينما أهبط الخليفة في الأرض هو وزوجة زودهما بمنهج، هذا المنهج سماه الهدى، فمن اتبع هذا الهدى فلا خوف عليه ولا حزن يطرأ عليه أبدا. ونلاحظ أن ذلك ليس زمينا بزمن، بل عدم الخوف وعدم الحزن على إطلاقه، أي أن ذلك سيكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ولكنه حينما تكلم سبحانه عن المقابل لمن تبع هدى الله وهم الذين كفروا، قال: الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فقد تكلم عن مصيرهم الأخروي وترك أمر دنياهم. لماذا؟ لأنهم في ظاهر الأمر يعيشون عيشة ظاهرها الترف والسعادة والارتقاء والحضارة والمدنية، لأننا قلنا أنهم قد يحسنون استغلال أسباب الله، والله سبحانه وتعالى كما قلنا تجلى بربوبيته على جميع خلقه مؤمنا كان ذلك الخلق أو كافرا، فمن أحسن تناول أسباب الله أعطاه الله خير هذه الأسباب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن فالحق سبحانه وتعالى كلمته في قوله ويضيع أجر من أحسن عملا شاملة للدنيا وشاملة للآخرة وشاملة للصنفين من المؤمنين ومن الكافرين، فمن أحزن الأخذ بالأسباب أعطاه الله خير هذه الأسباب، ومن لم يحسن استخدامها لا يعطيه الله خيرها وسيظل متقلفا وسيظل تبيعا. والذي يأخذ منهج الله يأخذه بأنه يحرضه أولا على الأخذ بالأسباب حتى لا يدع أسباب الله ينتفع بها عدو الله. أنا أترك أسباب الله التي مدت به يده إلى خلقه ليأخذها منا الكفار؟ لا، كان يجب علينا من يعبد الله أولى بسره في الوجود، الذي يعبد الله كان أولى بسر الله في الوجود. إذن فالذين يغفلون هذه الأسباب يقول لهم أنتم قصرتم في حق دنياكم، وربما تعدى ذلك التقصير إلى مسائل تتطلبها أخراكم، لأن من الجائز أن يأخذ الكافر أسباب الدنيا ويرتقي فيها ارتقاء يستذلكم به وتصبحون تبيعا له. فإن كنتم لم تحسنوا أخذ الأسباب لتكونوا مثله أو فوقه فلا أقل من أن تكونوا مستذلين لما يصير إليه، لأن الذي يحاول أن يتنعم بما لم تنتجه يده فرض على نفسه التبعية. كل واحد يريد أن يتنعم بما لم تنتجه يده يبقى فرض على نفسه التبعية وفرض على نفسه الاستذلال. ولذلك تجدهم يريدون أسواقا لكل منتجاتهم الحضارية، لأنهم من الخير لهم أن يستعبدون بالعادة في الحضارة التي لم نغرسها نحن. ولو أن كل واحد اقتصر كما يقال ومد رجليه على قدر لحافه كان من الممكن بعد ذلك أن يجتهد ليكون له أمر ذاتي لا تبعية فيه لإيه؟ لا تبعية فيه لإيه؟ لأحد. والاستعمارات التي كانت قديما بجندي أو عسكر يقيم في البلد المحتل أصبحت زي ما بيقولوا موضة قديمة، ما عادش الكلام ده، ده عادة استعمار نفوس، استعمار عادات، استعمار حياة مترفة يعودونك عليها حتى لا تستطيع أن تعيش
أن تعيش بدونها. والطموح بغير حركة ترصص، عايز تطمح كده بغير ما تتحرك في الحياة يبقى ده ايه؟ تلصص، بتتلصص انت زي اللي قاعد يعني يكون دمه من عرق سواه. يقول له لا، خلي دمك انت من عرقك انت، ولا تخليش الكافر يقعد ياخد السر اسرار الدنيا. ثم انت ما انتش جديد على الكون، انت ما انتش طارئ. الاسلام لم يأتي الان فقط، الاسلام جاء من 14 قرن، وظلت امته هي الامه الاولى في العالم ثقافه ومدنيه وحضاره، وكل الحضاره التي اخذوها اخذوها من معابرنا نحن، وبعملنا نحن، وبجراثيمنا الحضاريه نحن. مش الاسلام جه ما جربش، لا، جاء وجرب، ولكنهم يريدون ان نظل تبيعين لهم. مش تبيعين بقى بعسكري يجي يقف، لا، باناس منك بنفسك انت، ياخدوك كده الى مسائلهم اخذا بحيث لا تستطيع ان تتحلل من ايه. ان قبضوا عنك بقى مجيء تلفزيون، ولا قبضوا عنك مترافات الحياه، يا سلام، تبقى مصيبه. اذا فالصعود بغير حركه تلصص، وما يحبش حد يتلصص. ربنا مش عايز حد يتلصص، ربنا عايز كل واحد ايه، كل واحد يجتهد. اللي عايز يرفع حياته لازم يزيد حركته، انما تريد ان ترفع حياتك من حركة الاخرين، لا، ما ينفعش ابدا. ربنا يغار على المتحرك، ربنا يغار على العامل ويحافظ عليه. ليه؟ لانه جاي من عرقه ده، ما يصحش ان واحد يجي ياخده. وما اللي قطع ايد السارق، وبعد ذلك يأتي المتشدقون بالنظرية الحضارية، يا سلام نقطع ايد واحد، نقول له يا سلام، حادثة سيارة بتموت 10، باخرة تغرق بتموت كذا، الحروب اللي انتوا بتشنوها عمالة تشوه بقى، يعني هو ده السارق ده اللي هنشويه؟ طيب، لانه شوها يدا اثيمة مجرمة تحاول ان تعيش من عرق غيرها، ده احنا بنكف شرها. وهل اذا سن الله عقوبة ايريد ان تقع الجريمة؟ لا، ده سن العقوبة منع ان تقع الجريمة، منع ان تقع الجريمة. فيجب ان الناس تتنبه، وما نجيش بقى العنطزة الرحمة اللي يخلق لك يا سلام هيبقى مشو. لا يا سيد، بيجي زلزال من الزلازل يروح عامل باخرة تغرق، قطرين اتنين يصطدموا مع ايه، مع بعض، وبعد ذلك يخصموا للمحوالج 10 ايام. ايش الحكاية بقى؟ يعني دي خلاص بقى حكم ربنا؟ هي دي اللي واقفة في ظلكم؟ انا زي ما اقول، الذي يعارض في ان تقطع يد السارق، اقولها هو في نيته ان يسرق. نعم. والا ليه لما بيسمع لنا هنقطع ايد السارق ايده بتنمل ليه؟ والله العظيم لو ما كان في نيته السارق ما تيجي على باله الحكايه دي، يقول لك وماله، يقطعوا رقبته حتى. انما اصل هو في نيته اللي يخرب، يروح ايده منمله وماسك ايده، يمسك ايده، تعالى كده على غفله كده وقول يا ده هيمسكهم كل اللي سرقوا الاسبوع اللي فات ويقطعوا ايديه، وبصوا كده شوفوا كم واحد هيمسك ايده. لا تكون انقطعت ولهش دارج. فربنا لما بيسن قوانين، مش بيسن القوانين او يجرم الافعال علشان يعاقب، ده عشان ما تقعش الافعال، عشان ما تقعش الافعال، ما بيجرمش اي فعل علشان هو مش عايزه ايه، مش عايزه يقع. يبقى اذا احنا اسباب الله ممدوده لنا، لا نترك عدو الله ياخذ الايه، ياخذ الاسباب منه. وبعد ذلك علشان يدينا عزاء يقول لك اوعى ان دنياهم يعني ضحكت وزهزهت لهم كده وبقوا كويسين تظن ان هي دي كل حاجه، لا، ده انا قلت لك حتى في الدنيا مستقر ومتاع الى حين، يعني مساله ما هي محدوده، وانت منعي بهذه الايه. يعني احنا مش هنقعد في الدنيا، والدنيا جه خبر وفاتها في الكلمه دي، مش كده؟ مستقر ومتاع الى حين، يعني ايه؟ نع الدنيا الى نفسها، يعني مش هتقعد يا دنيا، مفهوم؟ وبعدين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحابنا، وساب الحكايه بتاعت الدنيا دي لايه اخرى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. ما اتقلبت الموازين. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
حقا كذلك اليوم تنسى. يبقى هناك ما جابش، هنا ما جابش سيره الدنيا، انما هناك قال فان له معيشه ايه دمجة. اياك ان تظن ان حلاوه الحياه والسعاده بالمال فقط او بالعيش المترف فقط، فكم من اناس يعيشون غير مترف وهم في منتهى السعاده وفي منتهى الرضا وفي منتهى الهدوء، استقرار العائلي، حب المتبادل، كل حاجه موجوده، وبياكل ما شاء، ويمكن يبقى عنده ثروه، وانتم يمكن بتشوفوا دي، ومحروم ان ياكل قطعه لحم، محروم ان ياكل خشكار الخبز، يعني السن يدوروا له على السن، يقول له ما انت بتاكل سن دلوقتي يا ربنا احوجك له، لانك انت اصلك يا ما اكلت مقطف زمان، فلازم تيجي تعادل، يعني على طول كده لازم تاكل شويه سن بقى، ولازم تنحرم لانك برضو كلت كتير. يقول اللي ما عندوش ساعه ما يبص البصه دي يقول يا سلام على العداله، يا سلام ده مش عايز الدنيا بتاعته دي، انا عايش كده زي مان انا بقى. واظن قصه الرجل البواب اللي في الاوضه اللي على الباب عند الرجل الغني، يقعد بقى بالليل الراجل البواب هو والست بتاعته، يقعدوا يدندنوا ومبسوطين ويضحكوا من العيال حواليهم، ودوك عمال بقى ايه مشاهد. يغلي الست لسه ما جاتش من بره، وجا بقى مخموره وجا حالتها لضا، وهو قاعد يبص ويجي، وبعدين يجي بس تبص له كده روح ساكت، ويشوف دوك قاعد سعيد كده ومش عارف، كل ده الدنيا ده يضيع في هذه اللحظه، يضيع في هذه. اما الراجل الغني قال والله لا شغل البواب، سأشغله بالدنيا دي. فقال له انت بدل ما انت قاعد طول النهار مالكش شغله، احنا هنديك 10 جنيه وتجيبهم بيض وتحطهم كده وتبيع للناس اللي مش هتنفع وانت قاعد. فجيه بقى قاعد يبيع البيض، ودي تتكسر، ودي مش عارف، ودي تنعد، ودي مشيشت، وقعد طول الليل. وبعدين في يوم من الايام جمع ال 10 جنيه وقال له خد يا عم سيب الايه؟ خد ال 10 جنيه بتوعك وسيبني من غير بيض. لا انا عايز بيض ولا انا عايز ايه؟ ولا انا مش عايز حاجه. سعاده هي ايه السعاده؟ ايه السعاده دي؟ امر نسبي، امر. ويمكن لو ان ولدا من اولاد السري اعتدى على ولد البواب وحصلت مشاجره، يوم البواب يقول له يا انت فاهم ان ابوك من ابو غني ده انا احسن منك، الله يقولها كده ولا يبالي. ربنا مديله ايه؟ ربنا مديله طاقة من الرضا، هذه الطاقة من الرضا هي السعادة. فبيقول لك المعيشة الضنك مش بس ما يكونش عنده فلوس. انا ضربت مثلا قلت الاحصاء الاقتصادي ان السويد ارقى بلد ولا لا؟ ارقى بلد في المستوى الاقتصادي. وبعد ذلك الاحصاء الثاني قال ايه؟ انها ارقى البلاد واكثرها احصان في ايه؟ الجنوب والانتحار والطلاق. بينتحر واحد بينتحر ليه؟ ليه بينتحر؟ لانه ماليش رصيد من ايمان يقول فيه يا رب. لانك انت لما تحجبك الحياه وبعدين تفتكر ليك رب تقول يا رب، مجرد نطقك به تلتفت تلاقيك ارتحت على طول، لانك انت جاء ربك على بالك وسكن في نفسك كلها، فحصل فيه ايه؟ فحصل فيه الرضا. وحصل يبقى معيشه دونك مش معنى يعني انهم فقراء، لا قد يكونون كذلك، ولكن محرومين من نعمة الايه؟ من نعمة الاستقرار. احنا لما رحنا يا اخي امريكا، اول ما رحنا اسمها نيويورك، قلنا ده بلد بقى وبعدين نزلنا في فندق وفندق فاقم وقعدنا فيه، وبعدين التفت لهم بقول للدكتور اللي وياه رايح يترجم ليا، قلت له اقرا لي ما مكتوب على هذا الباب. قال لي ده اول تنبيه، اذا دخل عليك احد بالليل فلا تقاوم، فان حياتك اثمن مما معك. يا خبر قلت الله يطمنهم. يعني انا عرضه ان واحد يدخل ولما تيجي تخرج يمسكك بتاع الاستعلام تقول لك لا تخرج بمال كثير، خد فلوس بسيطه كده على قد الطريق، او خد الكارت اللي يسموه ايه؟ كارت كده تحطه كده اول الكارت الدولي. بعد بلاد مرتقيه دي ازاي يكون الكلام ده؟ دي انتقاء، دي الرعببه، دي الحضاره هي دي؟ سبحان الله العظيم. يبقى اذا فان له معيشه ضنكا حتى عند هؤلاء، لانه ما عندوش حد من حدود الرضا يرضى به. وما معنى الغنى؟ مش غنى النفس، مش ان انا مستغني ولا ايه؟ انا مستغني. انا حدثني الحاج احمد ان في حكايه كده، هي حكايه اميه ريفيه، انها بتدي مذاهب في الحياه. ان راجل مر على واحد يصطاد، وهو قاعد كده بيصطاد،
قال لي يا اخي مش عارف ايه اعمل ايه علشان تجيب شبكه ولا هو ايه استاذ سمك. قال له مال كده علشان تجيب شبكه؟ قال له وبعدين تجيب سمك كتير؟ قال له وبعدين تجيب لك قارب؟ قال له وبعدين تجيب بتاع ده باخره وتدخل في اعماق البحر عشان تجيب الاسماك اللي؟ قال له وبعدين انت بيبقى عندك فلوس كتير؟ قال له وبعدين؟ قال له هتبقى مبسوط؟ قال له هتبقى مبسوط اهو. الله الطويله دي مبسوط مبسوط يا سيدي. اذا فالايمان يعمل ايه؟ هما الإيمان إن طلبنا بإيماننا أسباب الحياة فلا فلأننا لا نرى الحياة مخلدة ولكن حتى لا يأخذها منا عدو لله فيفتننا عن ديننا عشان ما يأخذهاش مني واحد إيه عدو يفتنني عن إيه عن دين. والذين كفروا يقتضي مكفورا به كفروا بإيه يبقى كفروا. إحنا قلنا بقى في الكفر ده أظن كلام كتير قوي قوي وقلنا مدام كفر يعني إيه سترة ومدام سترة يبقى فيه موجود مش كده؟ يبقى كلمة الكفر دليل على الإيمان ولا لا؟ وإلا سترت إيه؟ سترت الله؟ سترت وجود الله؟ يبقى إذن وجود الله هو الواضح وأنت جيت سترته. يبقى إذن الستر طارئ على الوجود فالوجود قبل الستر. يبقى الله موجود. وكذبوا بآيات الله. طب يفرض إن الناس ما عرفوش القضية دي وإن ربنا مش عارف إيه؟ هي آيات في الكون. كان يجب أن تنبههم الى الحق سبحانه وتعالى ونقول له الايات اللي موجوده دي انت عملتها؟ يقول لك لا. هل صنعها احد مثلك؟ يقول لها لا. هل ادعى احد انه اوجدها؟ يقول له لا. يقول له طب ما بتعبدش ليه اللي قال لك انني اوجدته؟ صحيح اكفر اكفر على كيفك انما ما تبقى السمك وتكفر باله ثم تتناول نعمه بيدك. قبل ان تكفر بالله رد اليه نعمه. ايه لعينك كده وقول له خد مش عايزه. ها اقطع لسانك وقول له لا ما مش عايزه. الشمس قول له مش عارف خلاص مش مستفيد منك. انما تاخذ نعم الله الممدوده باسبابه ثم تكفر به. مساله عجيبه دي قوي قوي مساله عجيبه. ادي الكفر وكذبوا بايات الايه بقى. فكان ايات الله منصوبه تنادي وتصرخ للغافلين تنبهوا ومن آياته الليل ولذلك سماها آيات زي ما سمى الكلمات في القرآن الجمل دي آيات سمى مظاهر الكون آيات. ومن آياته الليل والشمس ومن آياته منامكم بالليل مش كده؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه؟ ومن آياته ومن آياته أي من العلامات الدالة على وجود قوة قادرة خلاص هي التي خلقت وأعلمت الدنيا أنها هي التي خلقت ولم يعارضها أحد في أنه هو الذي خلق. إذن فالدعوة له ولا لا؟ إلى أن يوجد معارض يقول له لا لقد كذب عليكم هذا أنا الذي أوجد. ولم يوجد هذا المعارض أبدا لم يدعي ولم يوجد هذا الإمر. كفروا وكذبوا بأيه؟ بآيات الله أولئك إيه؟ أصحاب النار. قلنا أصحاب النار وهم فيها إيه؟ وكلمة أصحاب دي تدل على إيه؟ على التعانق والعزة. أصحاب الجنة برضو الجنة تبقى متعشقة ولذلك النار هتبقى تقول له هل امتلأتي؟ ربنا يقول لها هل امتلأتي؟ تقول له لا هل من مزيد؟ أنا برضو هتسع هل من مزيد؟ هل إيه؟ هل من مزيد؟ النار متكيفة اللي عملت إيه؟ بترعى في إيه؟ في هذه الأجسام متكيفة النار النار مبسوطة اللي عملت كويس. والذين كفروا وكذبوا بإيه؟ بآياتنا أولئك هي أصحاب النار هم فيها إيه؟ هم فيها خالدون. بعد أن تكلم الحق عن خلق الكون سماء وأرضا وما بينهما خلاص يبقى أعد الإقامة الطيبة للخليفة وتكلم عن الخليفة وتكلم عن الخليفة خلقا وتكلم عن الخليفة تعليم أسماء لم تعلمه الملائكة. كلمة إن لا علم لنا إلا ما علمتنا يجب ناخدها على إيه؟ على إن مش الشطارة أن تعلم. أنت المهم أن تعلم ما أنت بصدده في حركة حياتك. أن تعلم ما أنت بصدده. ولذلك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علم. أنت علمتنا الأمر اللي إيه؟ اللي إحنا نحتاجه. ولذلك بنقول إياكم والعلم الذي لا ينفع. العلم الذي ايه وما ينفعش علم كلام كله لا العلم لازم يكون له ايه ومش المهم ان كل واحد يعلم كل شيء لان دي مسألة مش ممكنة
ولذلك علشان تعيش في الكون يبقى لازم تعرف بعض الشيء عن كل شيء، تعرف بعض الشيء عن كل شيء، حاجات خفيفة اسمها ثقافة، دي اسمها مرحلة الايه. يبقى الثقافة ان تعرفها بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين تشوف مجال حركتك في الحياة ايه، ثم تعرف كل شيء عن شيء واحد، بالنبوغ التخصصي بقى. انما واحد عشان يبقى كده، حتى الناس الاميين يقولك صاحب البالين ايه، وما جعل الله لرجل من قلبين في ايه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ويريد الله من المؤمن ان يتعشق عمله، انه ايه، انه يتعشق عمله. انا كنت اسمع من شيخ لي يا ربي يفقر الصناع واغني العلماء. احنا صغيرين بقى في سنة اولى وتانية ايه الحكاية دي، وراجل شيخ وكبير وبدأ نورته المتفقين العلماء، دي كلام معقول انما يفقر الصناع؟ قام قال لي لا انا هقول لكم، لم تفهمين الاولانية ولم تفهمين الاولانية، نسكت يا سيدنا الشيخ موسى لحد ما تقولها لي. قال لي ان العالم لما يفتقر يضل ويضيق ويضل الناس، فلازم اما يغتني بقى يستحي واحد ان يرشوه في دينه. يا سلام، لما يبقى كويس كده محدش يجرؤ يجي ناحيته، انما لما يشوفه يعني غلبان ومش لاقي يجي واحد يتقرب اليه بلحمه كويسه بحته مش عارف ومش كويسه بحته مش عارف، وبعدين يجي يساله برضه يقعد يمتمت كده وبده يشوف مش عارف. هل لا يغني العلمي عشان لما يغتني العلمي يبقى مش محتاجين لحد ابدا، يقولوا كلمه ايه؟ كلمه الحق على طول. ولذلك يجب ان يكون من شرف العلماء الذين يتحكمون في فتوى الناس في دينهم ان ما يكونش لاحد في رزقهم له سلطان ابدا. ما كانش حد له سلطان في رزقهم، ولذلك كانوا العلماء زمان ليه عندهم عزه، كل عالم له حرفه ثانيه بياكل منها، واقعد واخد العلم ده بقى ايه؟ مزاج. مش يقول قادر ايه؟ هذا الكلام. فإذا كان ولا بد أن يتخصص أناس لهذا العلم ويعيشون، يبقى لازم الناس يفكروا في أنهم ما يربطوش أرزاق مثل هؤلاء بسلطان حاكم أبدا، علشان تفضل الكلمة لمين؟ لله. تفضل الكلمة لله وحده. قلنا طيب فهمنا حكاية تغني العلماء، طب وحكاية تفقر الصناع دي؟ قال اسمع، لو الصنع ما يروحش صنعته هو محتاج للقرش اللي هيجي، مش هيروح ولا يجودهاش، هو بيجودها عشان ده يجيله وده يجيله وده يجيله. هلا وبعدين لما هو يعرف جمال الصنعة بمضي الزمن هيعشق صنعته. يا سلام على يبقى احنا استغلينا انه هو محتاج في انه يدخل الصنعة عشان يبقى لزبون ويبقى له. ولذلك لما كنت تيجي في عهود الرخاء تجد كل واحد عمال يجود علشان يعمل ايه؟ عشان يضمن له وده يبقى حلو وده يعمل دي مش عارف. وانت بقى من اخصبه تخير مش كده ولا لا؟ من اخصبه اللي مخصب يعني اللي دخل لقى مائده وعليها الوان شتى من الطعام، يقعد يقول اكل ايه؟ اكل بقى فراخ ولا حمام ولا رومي ولا سمك ولا مثلا. انما اللي دخل ما لقاش الا صحن الجبنه واللقمه هيفطر ايه؟ وياكلها ويسكت. ولذلك العربي قال ايه؟ من اخصبه تخير ومن اجدب انتجع. اللي يجدب يروح لحته حاجه خضره كده ويقعد ايه؟ ياكلها يوجع وياكلها وخلاص وانتهت المساله. الناس بقى لما كان في عهد العهد الكويس تلتفت كل واحد بيجود صنعته علشان ايه؟ عشان يقدر يعيش وبعدين يعشق صنعته. ولما يقعد يعشق صنعته بقى اهو عشق الصنعه دي هو الاتقان الذي اراده الله. وانا قلت لكم بقى انه لما يعمل كل واحد حاجه كويسه هتيجي نعمه في الوجود. نغمة ايه؟ الله. كل ما تشوف حاجة حلوة تقول الله الله، كأن كل شيء جميل الفطرة تنطق بأن الله، لأن حتى ولو كان جمال الصنعة تقول اللي اداله العقل واللي اداله الأنامل الحلوة دي واللي اداله المش عارف ايه برضه راجع لمين؟ ولذلك حين تشكر واحدا على النعمة لا ده هي بترجع الشكر لله سبحانه وتعالى حقا بيرجع مين؟ ولذلك في بعض مدلولات الحمد لله يعني احمدوا من شئتم فكل حمد لغير الله سيصير الى الله. الله كل حمد
بيمضي لغير الله سيصير الى الله. بتحمده على ايه يا سيدي؟ على انه عمل دي كويسه. طب عملها ايه؟ بالعقل المخلوق لله، بالماده المخلوقه لله، بالطاقه المخلوقه لله كلها. وان لم تخسف هتروح لمين؟ تحمده زي ما انتوا، اشكروا الناس زي ما انتوا عايزين. كل حمد مهما بلغ منتهاه فما ردوه الى مين؟ الله. او يجب ان تردوه الى الله. ودي كلها ايه؟ كلها وسائل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان الانسان لما يتحرك في مجال الحياة يتحرك حركة عن علم، ويتحرك حركة من الحق يربطها بالحاجة يربطها. انا قلت مرة في حلقة، ويمكن انتم فاكرين، يمكن لو كل الناس معاهم شهادات وكل الناس، ما حدش يرضى ينزح المجروح. ما اللي خلاه ينزح المجروح؟ قال ويصبح الصبحية، كان زمان قبل ما تيجي العربيات بقى وتيجي ايه، ياخد الجردل كده والبتاع كده يقول يا فتاح يا علي، يعني يفتح عليه بمجرور يندب فيه. مش معناها كده؟ شوف ازاي. ليه؟ لان عنده اولاد عايزه تاكل، وهو ما يحسنش الله دي. يوم ربنا ساعة هو ما يرضى بالعمليه دي انه يعملها كده، ويوم علشان تشوف عشقه. لما ربنا قلت، لما ربنا بقى يرقيه ويغنيه، مش يسيب الحكايه دي ويروح يعمل له محل عطور، لا، يشتري عربيه قال يبقى ينزح فيه، ينزح فيه عشان برضه ينزح عشقه. خلاص عشقها، واتقنها واحبها. ادي معنى ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ايه؟ ان يتقنها، لانه سيشيع في الوجود نغمة محبوبة هي قولك ايه؟ الله. مفهوم؟ يبقى اذا اسباب الايه، او الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها ايه؟ خالدون. بعد ان بين الله المنهج، وبين ان الهبوط الاول هبوط عمل في الارض بالعداوه اللي هتثير المنافسه وتثير كذا، الهبوط الثاني عشان تاخدوا الايه؟ المنهج. يبقى الانسان له مهمتين اثنين، مهمه اعمار الارض بالمنافسه الشريفه كويس، ومهمه تلقي المنهج من السماء. يبقى الهبوط الاول بياخد عطاء الربوبيه، اهبطوا الاولاني ما هم ايتين، اهبطوا واهبطه، والهبطه الثانيه عشان المنهج. يبقى ده فيه ايمان ربوبيه، ودي فيه ايمان الوهيه، ايمان الوهيه علشان هقول لك افعل كذا ولا تفعل ايه كذا ولا تفعل كذا. بعد ان تكلم الحق سبحانه وتعالى عن كل هذه المراحل في ادم، وتكلم عن الفريقين من تبع هداي، وتكلم عن الفريق الثاني هم اولئك الذين كفروا ايه، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، اراد ان يستعرض لنا قمة موكب من مواكب النبوة في الارض. النبوة كان من الممكن آدم يتلقى عن الله المنهج وبعدين يلقنه لمين؟ لأبنائه، مش كده؟ زي ما بيلقنهم أي حاجة. لكن الغفلة قد تطرأ، وبعدين تغلبني إيه؟ حركة العمار في الأرض عن من تبع هداي، لأن تبع هداي بيضيق حركتي شوية، يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي، إنما حركة الإعمار في الأرض يمكن دي تخليك إيه؟ تغفل شوية. لما تغفل شوية يقوم ربنا يبعث الرسل على فترة من الزمن كده، يقوم جايب ايه؟ جايب ايه؟ رسل. الرسل دي عشان يعملوا ايه؟ ولذلك مذكرين. فكأن الاصل كان يجب ان يظل البشر في باله من خلق ومن كلف، واحنا بنجيبنا رسل بس بيتذكركم، يعني كان يجب ان دي ما ايه؟ ما تغيبش عن بالكم. ما هو ساعات التنبيه على عدم ذهاب الشيء عن البال، لا، يخليك تفهم قضية عكسية. يعني يجي يحتاج اللي انشغل بالدنيا شغل بقى والدنيا واخدها كلها، يقول لك يا اخي ربنا يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش بيقولوا كده؟ الدنيا واخدها كله. تقول له اه لو فقهت هذه العبارة، ده كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فكأنك أيها العاقل مقتضى عقلك في قصر أمد الدنيا إنك أنت تنساها ولا تهتمش به. فربنا بيقول لك لا يا شيخ ما تنساهاش. شوف هو خدها إيه وهي إيه. لا تنسى نصيبك من الدنيا، فكأن العاقل لو قعد يقول لك الدنيا دي إيه يعني؟ الدنيا دي عمرها قصير ومتاعها قليل، وإيه أنا هقعد أشيل نفسي بها ليه؟ قال له لا يا شيخ لا، برضو ما تنساهاش. يبقى معنى ذلك ان الخطاب ده الناس بتفهمه على غير مراده ولا لا؟ بتفهمه على غير مراده. يبقى لا تنسى نصيبك من الدنيا مش جاي عشان يغريك بها،
ده ينبهك الى انك انت لا تغفل عنها، فكأن مقتضى العقل والفطنة والفطرة والطبيعة انها ما تستهلش الحكاية اللي انت. ولذلك انا قلت لكم الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غاية، اتفه من ان تكون غاية. ان كانت غاية تبقى مصيبة سودة دي، مفهوم ولا لا؟ ما كانش فيه كلام تاني ده يبقى مسألة خدنا مقلب، يبقى خدنا ايه؟ خدنا مقلب. ركب النبوة بقى بيجي العالم. كان الاول شوف ازاي، شوف الحكم. كان العالم الاول وحدة في مكان واحد، ثم نشأ التكاثر فجعلهم في امكنة متعددة، ثم شاء الله ان يجمعهم مرة اخرى. خد المراحل هم كم مرحلة. كانوا بمقتضى القلة في البداية في مكان واحد، وبعدين كتروا. لما كتروا ان كان مثلا 100 فدان يقضوا اللي عايشين، كتروا عايزين 200، عايزين 2000، كل ما يكتروا مش كده ولا لا؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شوفهم بيستغل العواطف البشريه. حق سبحانه وتعالى كان من الممكن ان يخلق الانسان بدون عواطف العداوه وعواطف المنافسه وعواطف لا، ربنا خلقها عشان عماره الكون. يوم يجي جماعه ويا بعضهم كده، وبعدين ينشا يعني شيء من ولو من استثقال الدم، يقول لك يا شيخ مش عايزين نقعد في البلد دي، احنا هنروح نقعد في حته ثانيه. اهي دي مقصوده بقى، اهي دي ايه مقصوده؟ عشان ينساحوا في الارض. لما انساحوا في الارض ما فيش وسائل مواصلات سريعه، فكان كل جماعه ايه في حته منعزلين. وما دام كل جماعه في حته ومنعزلين، يبقى الافات هنا ستختلف عن الافات في مكان ايه. فكان بيجي للجماعه دول الرسول عشان يعالج افاتهم، وللجماعه دول الرسول عشان ايه يعالج افاتهم، لان الافات مش واحده، لان مفيش التقاء مفيش. ولذلك كان الرسل يتعاصرون. لوط وابراهيم مثلا، لوط الله عشان يعالج حاجه مخصوصه، وابراهيم عمال يعالج حاجه مخصوصه، متعاصرين خلاص. وكان كل نبي يبعث الى ايه قومه. لكن الله شاء ان يجعل ادراك العالم لرشده الحضاري ان العالم كله ستلتقي اجزاؤه، وستصبح الداءات في العالم واحدة. الداء اللي في امريكا نصبح نلاقيه هنا على طول، الخبر اللي في امريكا نصبح نلاقيه ايه ليه؟ سرعة اتصال وسرعة وسائل اعلام اللي بتجيب لنا العدوات. يقوم اذا التقينا على انهم بقوا ايه. يبقى يجي رسول عام بقى، يبقى يجي رسول عام. ليه؟ لأن العالم سيلتقي، وما دام العالم سيلتقي فلا إيه حواجز بين عالم وعالم، وستصبح الأرض كلها بداءات واحدة، وتكاد تكون بحضارات إيه واحدة. يبقى لابد أن يتعلقوا جميعا بمنهج إيه، بمنهج واحد. يبقى الرسول الخاتم جه عشان يعمل إيه. قبل كده جت مواكب رسل، كل رسول كان كده. الرسالتين اللتين سبقتا الاسلام هما اليهوديه والايه المسيحيه. المسيحيه اخذت جغرافيا سياسيه، لان المسيح ربنا قال انه رسولا الى بني ايه اسرائيل، رسولا الى بني اسرائيل. ايه اللي خلاها تتعدى الى خدت وضع سياسي؟ خدت وضع سياسي، لأن حتى في نفس الإنجيل خلاص إلى ديار أمم لا تمضوا، يقول الحواريين إلى ديار أمم لا تمضوا وإلى بلاد السامريين لا تذهبوا، ولكن اذهبوا بالحري إلى خراف إسرائيل الضالة. دي كلام الله لعيسى في الإنجيل اللي موجود الآن. واذكروا فيما أنتم ذاكرون أن ناموس الله قد اقترب. والناموس هو القانون العام. واذكروا فيما انتم ذاكرون ان ايه ده بنفس الكلام ده في الايه في الانجيل. يبقى ناموس الله قد اقترب، يبقى مش هو بقى مش كده. وهو بيقول لهم ما تروحوش لهنا ولا هنا ولا هنا، روحوا لمين؟ الى خراف اسرائيل الضاله. يبقى اذا انسياح المسيحيه في غير بني اسرائيل كان عملا سياسيا، عمل ايه سياسي مش عمل دين. ولذلك اوعوا تفتكروا ان موسى كان جاي يهدي المصريين هنا. دي من ايام يوسف،
ولقد جاءكم يوسف ايه حتى اذا هلك قلتم بعده ايه رسول. قام راح لهم ايه المهمة الاساسية، الهداية للمصريين على يد موسى لم تكن هي الاصل. ده قال له ان هو بعتني وامدني بآية علشان ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. يعني مهمته ايه؟ انه يخلص بني ايه؟ اسرائيل. الهداية بقى دي جت ايه؟ بعدين. يبقى موكب الرسل جت رسل كتير. تكلم القرآن في كل رسول بما يناسب حجمه التكويني في الكون. الله. وحجم رسالته وابعاد الايمان به وابعاد العذاب اللي لقيه كل واحد ادانه على قده. تلتفت تلاقي مثلا قصه جت خطف كده لانها يدوب على مش كده ولا وقصه جت واسعه. اوسع القصص في القران هو ما يتعلق بموسى وببني اسرائيل في اكثر من 70 موضع في القران. ليه؟ انك لم تلوم الامه اللي اتعبت الخلق اتعبت الرسل. شوف الامه اللي بتقتل الانبياء بقى مش بس بتكذبهم لا بتقتلهم. وخذوا الحكمه ما قتلوش رسل، لان يجب ان تفهموا هناك فارق بين رسول وبين ايه نبي. النبي بيوحى اليه بشرع يعمل به، انما ما امرش بانه يبلغه لانه بيعمل بشرع الرسول اللي قبله. بس يبقى نموذج سلوكي. نموذج ايه؟ سلوكي. سلوكي النبي نموذج ايه؟ سلوكي. لما بيعزز السلوك في البشر العاديين يقول ربنا يبعت ايه؟ انبياء. يبقى النبي بيعمل ما بيجيبش شرع جديد، انما هو الشرع بتاع الرسول اللي ايه؟ قدوة. وبعد ذلك يبقى نموذج سلوكي في وسط مين؟ في وسط الناس. يبقى ما يقولش ازاي يقدرون على الانبياء اللي ربنا بعتهم يعني. لا مش بعتهم برسالة. مش بعيدهم بايه؟ برسالة. ما يقدروش يعملوا رسول لان ربنا ما يرسلش رسول وبعدين يسلط عليه عشان يمنعوا المهمة. مش ممكن، لانه ما دام ارسل رسول يبقى لازم ايه؟ لازم يطمئن قوي مش كده ولا لا؟ فان كان فيه رسول ورسالة ونبوة ضروري تبقى فيه رسالة ونبوة. ولذلك اذكروا جيدا انني قلت لكم ان من ضمن لقطات القرآن الاعجازية حينما يخاطب الله اليهود ساعة ما قال لهم ايه امنوا بما انزل، قالوا لا نؤمن بما انزل عليه. احنا هنؤمن بايه؟ اللي هو الايه التوراة خلاص. طب نقول طب اذا كنتوا هتؤمنوا بما انزل فلما تقتلون انبياء الله؟ طب هنصدق انكم امنتم بالايه؟ هتقولنا نص كده من نصوص التوراة يقول لكم اقتلوا الانبياء؟ اذا حتى ما امنتوش بمن؟ بما انزل اليكم. يبقى انتم ايه؟ لانكم لو امنتم بما انزل اليكم لم تقتلوا الانبياء، ولو آمنتم بما أنزل إليكم لصدقتم هذا الرسول. كنتوا تصدقون هذا الرسول. قلت لكم بقى اللقطة الأدائية الجميلة اللي أعطت خيبة أمل لليهود وأعطت أملا مضاعفا وركنا شديدا لرسول الله وللمؤمنين. قال فلما تقتلون أنبياء الله وأن من قبل؟ يعني زي ما قلت لكم الكلام ده كان من قبل زمان، يعني ما عادش الكلام ده هيحصل. اي ما عادش الكلام ده هيحصل دي معناها وضع امال اليهود في ان يقتلوا رسول الله كما كانوا يريدون. قال لهم لا ده الكلام ده كان زمان، وكمان المؤمنين اللي يخافوا على الرسول او الرسول يبقى خلاص دي مساله ما يمكنش انها ايه انها تحصل. اذا فقصه بني اسرائيل مع موسى اخذت ايه أوسع حجم لقصص القرآن وتكررت. ليه؟ لتكرر المواقف، وكل موقف فيها يعطي تثبيتا من لونه لرسول الله وللإيه؟ وللمؤمنين. ما احنا قلنا ان القصص جاي ليثبت ايه؟ كلام الرسول. يبقى بعد ان تكلم الحق عن الخلافة في الارض والاخر جاء في اول سورة البقرة بعد قصة ادم القصة بقى العجيبة اللي هي قصة مين؟ بني اسرائيل. ليه؟ قال لك لان بني اسرائيل هم دول اللي عجنوا مادية الحياة عجينة ابعدتها عن منهج الله، واصبحت مادية الحياة هي كل شيء عندهم. والدين انما جاء ليحارب هذه الفتنة بمادية السببية. الفتنة
بمادية السببية، لأن الإنسان قد يفتن في السبب وبعدين يجي له أرأيت فتنة في المادية السببية إنهم لا يؤمنون إلا بكل مادي، إنهم يقولوا إيه؟ لأن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. في أكثر من كده إيه بقى؟ لن نؤمن لك حتى إيه؟ نرى الله جهرة. شوف المادية يعني حتى ده لو كان يرى ما استحق أن يكون إلها. نعم نعم، ومن عظمته أنه لا يرى. طب ده كما قلت لكم سابقا، خلق في خلقا به حياتي وهي الروح ولا ترى، أيكون من خلقه ما لا يرى ثم الخالق يرى؟ مش ممكن تيجي ده. يعني كان يجب أدي معنى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت مكون من مادة ومن روح، طب مادتك دي أنت شايفها، الروح اللي بها حياة المادة دي شوفها، شمتها، شفته، زقته، لمسته، سمعته، بأي وسيلة من وسائل الإدراك لا تدرك، ولكنك أدركتها بآثارها من الحركة والحس والإلخ، وقلت ده فيه روح، بدليل أن اللي بتطلع روحه لا ويقعد بقى كم ساعة كده وينتن، لأن مادته ما عادش حية، مادته المادة بتاعته ما عادش إيه حية، فلو مكثت في غير مسلجة لازم تمثل. انا قلت تضربوا مثل بايه؟ اللبن. انتم منكم فلاحين؟ لما كنا نحلب اللبن في حاجه اسمها الشاليه من الفخار، ونقعده في الشتاء وفي الصيف 3 4 ايام ام 5، يفضل اللبن وكل ما يقعد بقى تطلع القشطه على الايه، وبعدين نجيب القشطه كده جالوس كده، ناكل القشطه الجميله، وبعدين ناخد اللبن ده الرنج الجميل ده نقعد ناكل منه حاجه ووش الحصير والدنيا هايصه كلها. خلاص طيب هات اللبن ده واغليه وسيبه يوم واحد، خلاص يتعفن ويرم. ليه؟ لانه هو في الاول ظل بمادته الحيه الاسبوع حياه، انت لما غليته قتلت الماده الحيه اللي فيه، فبقى منتن. اما كنتش تحطه في الثلاجه زي الميت ما بتحطه في الثلاجه يبقى ما ينفعش. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يديني بقى اللي هي الموكب الكبير، الموكب الرسالي الضخم اللي اتعب الدنيا كلها، اللي اتعب الدنيا كلها، ثم يعرضه عرضا يحفظ من يسمعه على بني اسرائيل. يحفظه يعني ايه؟ يجعله يكرههم ويبغضهم. ازاي؟ لما يجي يقول الولد ده انا عملت فيه كذا وكذا ووديته وعلمته واكلته وشربته ومش عارف ايه، ومع ذلك عمل اللي عمل ده، يبقى هو بيقيم الحجه على العقوق الاكبر منه. اذا فساعه يمتن بالنعمه الكثيره على المنعم عليه العاق، يبقى بده يعمل ايه؟ بده يحفظ السامع عليه، بده يحفظ سامع، علشان ان وعيد قوي لهم ما تاخدوش الرحمه وتقول يا هم عملوا ايه يعني. فجه يقول ايه؟ يا بني اسرائيل، انتهى من قصه ادم ونزل على مين؟ بني اسرائيل. بني اسرائيل اذكروا نعمه الله